حيد لك يوم ما شكون كنت انا الله غادي مع الله المرا ما شاء الله صافي راه مصيبه تيديروا هاد الكنوس هادو لا اله الا الله محمد رسول الله والله يهديهم هادشي ما نطلبوا منهم الله يهديهم وصافي هادشي ظلما وعدوان معدين علينا راه معدين علينا البلاد الى بلاد المغرب الصحراء الى ديال المغرب ولكن معدين علينا دعيناهم الله تبارك وتعالى كون شتونا حيت نقدر نحيد ليا الراس صافي هذا هو اللي كاين ما بقى حوار لا والو ما بقاش الحوار صافي من ولا محيدنا الاعلام ديالنا صافي انا بقى حتى حوار ما كاين في سبيل الله هذا هو اللي كاين السلام هذه شرديمه من صيفطها العدو ديال المغرب الجزائر هي اللي صيفطها هذا العدو كاينه هناك عصابه كتمارس ضغوطات على المغرب باش كتستفز المغرب باش يقوم شي عمليات على المغرب هما كيصاوبوا هادشي ديال القرقارات اللي وقع فيه قطاع الطرق ايوا المغرب راه كتعرف المغرب راه في الصحراء ديالو ما كاينش اللي يزعزع المغرب من تما هادشي اللي استفزازات ما تفيد في والو ايه كيضيعوا الوقت ديالهم وصافي هادشي اللي غادي نقول لك ها هاك يا ودي ما نقول لكش انا راني من لهيه انا من الشرق انا ممتازه راك كتعرف حنا عندنا الدم في شكل ماشي غير غادي نرميه فوق العماره والله غير رميته بالله العظيم هادشي اللي غادي نقول ما شنو غادي تصبر العالم ديالك كيهبط ويطلع واحد العالم اللي ما كاينش كاع ما عندوش الوجود كاع في العالم كله ما تعرف فيها حتى دوله تبعت هذا الحدث بكل يعني بكل ثبات و تفكير عقلانيا الا جينا نفكروا في اول حاجه انه ما عندوش الحق كاع يوصل بعد ذاك الرمز ديال العالم ديالنا اللي هو الرايه المغربيه اللي حنا تنتشبتوا بها ويعني الا جينا نفكروا مزيان بحال اللي تيمس الكرامه ديال المغرب اول حاجه يعني كما تجي تتلاح مثلا تتمس الرايه المغربيه راه تتمس كل شيء بحال اللي تتمس المغرب كامل فهمتي لان الرايه هي اللي مثلا كما بغيت نقول لك هي اللي تعطينا حنا واحد القدوه وهز مثلا المعنويات ديالنا اللي جينا حنا مثلا نحيدوا الرايه راه بحال اللي جيت تحيدنا حنايا بحال اللي جيت تحيد المغرب كامل كون استطف تشوف ديك اللقطه بحال هكاك غنقدر نوبخو فهمتي غنقدر نوبخو على هاد العمله هادي اللي دار بحال هكا و تتبقى شي حوايج اخرين تيبقاو الخلانيين يعني تقدر تضربو كاع تقول لي فهمتي هادشي قيس الكرايه ديال المغرب راه بحال اللي تيقيسك نتايا بحال اللي تيقيس الدار ديالكم لان حنا الرايه ديالنا راه فكرتي قلتي نوبخو هذا ولكن كتشوف بلي راه ما غاديش تقدر تستحمل راه غتضربو في الاخر غادي تضربو الا ما بغاش يتصنت لك ولا ما بغاش يحيد داكشي تقول لي راه غتفطر غادي تضرب لان الا خليتي تيمارس ديك العنف بحال هكا مثلا ديك الرايه راه حاجه باينه راه غادي تضربو خصو يتخاد فيها نيت الحق سميتو خصو يتخاد نيت القانون ديالو خصو يتخاد ماشي معقول وخص السلطات الاسبانيه اللي خصها تتحرك في هذه القضيه هذه بعدا اولا قبل كل شيء السلطات الاسبانيه اللي خصها تتحرك تعتقل هذا الشخص هذا هذا بالنسبه لنا حنا مرتزقة هذاك راه ماشي شي حاجه اللي محسوبه على البلاد محسوبه على الدوله اخرى ولا شي حاجه هذاك براسو راه مرتزقة اللي دار ديك العمليه هذا ما كان